محلى جمعتكم يا رجال محلى العربي ولف الشام محلى العربي ولف الشام محلى العربي ولف الشام محلى العربي ولف الشام صلي على النبي يا خال صلي على النبي يا خال واسمع رنه الخلخال واسمع رنه الخلخال محلى النخوه بروس رجال محلى النخوه بروس رجال ومحلى جمعتكم يا رجال محلى جمعتكم يا رجال. بهذه العرادة الشامية بدأ أعضاء البيت الدمشقي بأحياء تكريزة رمضان على ضفاف نهر بردة بمنطقة الربوة. هذا التراث الموروث عن الآباء والأجداد، هذا السيران اسمه تكريزة رمضان. العالم يعني قبل ما يجي شعبان، قبل ما يجي رمضان، بشعبان قبل 10-12 يوم العالم بتهيئ حالة، بتوضب حالة للسيران، بجهز حالة. كلمة سيران، سيران عربي يعني بيقعدوا على الأرض، سيران عربي مو منتزه طاولة وكراسي. كلمة سيران بإيش حطوا غراضون؟ حرف السين، سلة، سحارة، سك. طالعين على هالربوة، على منتزه أراضي كيوان، على المليحة، على الغوطة، على الزهر، على الربوة، والمي عم تخدق خدق، ناس عم تسوي هالمقالي، وناس عم تسوي هالفتوش، وناس عم تسوي الفول. يعني هاي الأعداد نحن عم نعيد ذكريات، هاي سادس سنة، هاي سادس سنة عم نساويها هلأ نحن. هالجمعة الحلوة هي تكريزة رمضان هي يعني شغلة مألوفة من زمان كتير، مو من هلأ، وعادات وتقاليد قديمة، وهي يعني هاللمة الحلوة والأكلة الطيبة واللقمة الطيبة والجمعة الحلوة، يعني وبتعني إنه إحنا بقدوم شهر مبارك الله يعيده علينا وعليكم بالخير والصحة والسلامة. طبعا هي تكريزة رمضان هي عبارة عن تقاليد سنوي بتوديع شهر شعبان واستقبال شهر رمضان المبارك. بيجتمعوا الأهالي بالمنتزهات وبالربوة، ولا كان بالغوطة، نحن هلا بالربوة. طبعا هذا المحبة، الألفة بين الإخوات، بين الجيران، بين الأصدقاء. وصدقوني سوريا بخير، وألف رحمة على شهداء الزلزال، والله يعافي جرحى كله يا رب. نحن منأكد على أنه وجود هاي التكريزة بناء على طلب كتير من الجماهير، أنه وين هاي التكريزة اللي عم تساوها. نحن عم نساوي التكريزة هاي السادسة على التوالي بحضور الطقوس الشامية الأصيلة، من العرادة الشامية للسيف والترس للحكواتي للمسحراتي تبع النهفات اللي نحن عم نساويها كيف كانوا أيام زمان. وبالنهاية نحن منترحم على شهداء الزلزال اللي صاروا، وبدنا نطلع اللي يعني عندهم أصدقائهم عندهم فاجعة منهم، جرح منهم، ناس انصابت، يعني بدنا نطلعهم من هاي الأجواء حتى نزرع الأمل، والأمل قادم إن شاء الله بهاي البلد. تعتبر التكريزة الدمشقية من أبرز العادات الشامية القديمة لتوديع شهر شعبان واستقبال شهر رمضان الكريم، والتي تضمنت العزف على الآلات الدمشقية القديمة إضافة لإعداد الفطور الشامي وبعض الحكاية الشامية المنوعة. تركيزة رمضان الواحد كل سنة بيساووها العالم مشان لحتى يعني، لأنه هلأ بتودعوا الصيف بتودعوا من اللي هي، والتكريزة هي كل سنة أبداً قبل رمضان بيوم بيومين تقريباً يعني. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير، نعد عليكم نحن بالسرور، وإن شاء الله هيك رمضان الجاي يكون أحسن وضع يا رب. جاه محمد أنتم سالمين، شبابنا كله سالمة يا رب. أنا كتير مبسوطة بشهر رمضان لأنه بحس بخير كتير، كتير مبسوطة بشهر رمضان. الشام عاداتها وتقاليدها المستوحاة من عراقة حاراتها وقدم حجارتها.